وتعالوا نسمع أول سؤال من أستاذة أمة الله. أستاذة أمة السلام الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكل اللي موجودين مع حضرتك. بعد إذن حضرتك، أنا بصل الرحم بتاع أهل جوزي. جوزي مريض بقاله 24 سنة. وحماية الله يرحمه كان عامل لي شقة احتراما وحبا ليا. ولما مات أنا بقى ليا نص البيت ووصلش لي نص البيت. مجرد ما أنا أخش البيت يقول لي هتمشي إمتى؟ كذا مرة حتى جوزي بيبقى ماسك المفتاح يجي يحط المفتاح في الباب يروح لافف وراجع، نروح لغاية القطر، إحنا من مصر نروح لغاية القطر نرجع تاني. حتى وانا كنت قاعده في بلد تانية برضو كنا نروح لغايه اول البلد ونرجع تاني. دلوقتي هي بنتها اتجوزت، اتكتب كتابها. بنت مين؟ اتصل بنت سلفتي. طيب تلاقي البيت ده كل ما اخشه انت هتمشي امتى؟ ده بيتي انا ليا النص وانتوا ليكوا النص. هو انت اللي ليك النص انت اللي ليك النص ولا جوزك؟ جوزي ليه النص. طيب ماشي في البيت. المهم اما اول ما احط رجلي في البيت انت هتمشي امتى؟ انت هتمشي قبل ما يقول لي ازيك او السلام عليكم او اقول لهم سلام عليكم. المهم كتب كتاب بنتها اتصل وقالوا تعالى يا ابني. طب معلش يا استاذه امه الله عشان احنا يعني الهوا بيسمح لنا ان احنا نسال السؤال، فايه السؤال؟ المهم طردتني انا وبنتي. انا غصبت على جوزي يروح غصب عنه لان هو مريض ما بيقدرش يروح، وهم زعلانين مني ان انا في مكان وهم في مكان، ان انا ما بجيبهوش عندهم، هو مش عايز ومش قادر. طردوني من على باب الشقه، قالت لي يلا 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 على تحت عشان هنا مكان للرجاله، وما كانش لسه ليه في رجاله جت. بص يا استاذه استاذه امه الله، استاذه امه الله، انا دلوقتي بصل الرحم هم بيقطعوا الرحم. استاذه امه الله اسمعيني بس لو سمحت بعد اذنك. ولا ما اجيش ولا ما اعمل ايه؟ قول لي. طيب هو ببساطه خالص انت حضرتك دلوقتي لما بتزوري اهل جوزك ده من باب حسن العشره مع زوجك، لكن هو من صله رحمك، وليس معنى ذلك ان انت ما تزورهمش، انت بتزوريهم عشان مراعاه لزوجك. اخواته واخواته بيحبوني لسه كامل امه الاستاذ امه الله، كلهم بيحبوني وبيحبوا ريحتي وبييجوا عندي في البيت وبيقعدوا عندي. طيب انما انا لما بروح بيعاملوني معامله وحشه قوي نسوان ولادهم نسوان اخواتي. طيب كويس كده. طردوني المره دي يا شيخ، دلوقتي في فرح هيحصل بعد يومين، اروحه يا شيخ ولا كده بقطع الرحم؟ هكمل هو اكمل لحضرتك. بص يا ستي، تروحي الفرح او ما تروحيش الفرح، انت عليك ان انت تعملي حاجتين. اول حاجه في قاعده مهمه جدا جدا، القاعده ان انت ما تحاوليش تشحني نفسك في التعامل مع الناس. يعني ايه؟ انت متضايقه من الكلمتين اللي قالهم لك، اسمعي الكلام من هنا وطلعيه من هنا. حد بيسألك انت هتمشي امتى؟ ببساطه خالص 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 لما ربنا يسهل، واعتبر الكلام ما اتقالش. لكن انت لانك انت حاسه ان زوجك اخوه ده بيتعدى على زوجك، خليني بس اكلمك واسمعي الكلمتين دول بعقل، ان الراجل اخوه ده بيتعدى على زوجك، فايه اللي حاصل؟ فهو تسبب في ان انت شايفه زوجك مش قادر يرد عليه، فكانه بيتعدى عليكي انت. كل الكلام ده بلاش منه، هو كل الحكاية قالوا كلام. فحضرتك لو سمحتي ببساطة خالص ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فحضرتك دايما بتشوفي ان انت دلوقتي، وانا ما بحبش الطريقة دي، ان دلوقتي تقفي قصاد سلفك. ما ليه تقفي قصاد اخو جوزك؟ ليه انت طلعي نفسك من الموضوع ده؟ الاساس ان ده مش موضوعك انت، ده موضوع اخوه، والاساس ان انت تبقي شخص بتطيبي خاطر جوزك، مش بتحسسيه ان هو مأزوم وبتكبري المسائل. طب ما انت لما تكبري المسائل وجوزك يكون لو كان حكيم ولو كان هادي، انت هتشوف ان جوزك ده رجل مش ايجابي ورجل ينقص في عينك، وده مش صح يا بنتي. فانت اللي حاصل ايه؟ اللي حاصل الكلام خليه في حدود الكلام، بدل ما حدش اذاكي وما حدش احتاجتي تاخدي موقف عشان توقفي ده، انت اسمعي وخليكي حكيمه. لكن انت دلوقتي هتخليهم هم سبب نكد في حياتك، هم سبب دمار في حياتك، مش كويس. ده مش في مصلحتك. دي الحكمه دي النصيحه الاولانيه. النصيحه الثانيه والبسيطه، اعملي اللي تقدري عليه.
لكن ما تجيش تقولي نفسك لا اما نروح ونبقى ونضحك وننبسط. لا، زوري على قد ما تقدري، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت لا اما تقطعي لا اما تروحي على طول. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اعملي اللي تقدري عليه. اما نصيحتي بقى، مالكيش دعوه بعلاقه الاخ باخوه. لو ما قدرتيش تخلي العلاقه ما بين الاخ واخوه حلوه ما تتدخليش فيها. يبقى المسألة بساطة، هتقدر تطيبي خاطر جوزك فيتعامل مع أخوه بطريقة حلوة، اعملي كده، فليأكل خيرا أو ليصمت أو مالكيش دعوة بيها. فدي الثلاث نصايح اللي أنا بنصح حضرتك بيهم، ودول إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك بيهم الخير والتيسير.